مدام انعام جريت لي اكتشفتني ازاي. كنا في برنامج اسمه يلا نغني، وكان اخويا رحمه الله عليه كان مهندس ديكور البرنامج، فانا كنت شاي جدا، فماما قالت له خده بقى خلينا ايه نخلص منه، يعني ايه نشوفه كده، نشوفه كده في التلفزيون خليه يرتاح حبه يعني. ف مدام انعام جريت لي شافتني قالت بستني ورحبت بيا، قالت لي بص يا حبيبي كل الاولاد اللي قاعدين هنا دول عارفين هم هيقولوا ايه، انت اقعد هنا ما تتكلمش خالص، اوعى تتكلم خالص. قلت لها حاضر. كان في مدام وانا اجيب لك رتيبه، مدام رتيبه الحفني كانت بتقدم هي يلا نغني، وكانت يعني بتسال اسئله والكل واحد عارف الاجابه بتاعته ايه فبيجاوب. فسالت سؤال كده غريب مش موجود في السكريبت، فمحدش رفع ايده، فاحنا كنا دايما بنصور يعني لينا ميعاد محدد، فاول ما بيخلص لازم نخرج بره عشان الـ 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 البرنامج التاني يخش ورانا يعني، وكان اخر وقت خلاص، وكان زمان لما ايه يحصل ستوب في التترات بنعيد من اول وجديد. فمدام انا جريت لي قعدت ايه يعني فوق يا نهار اسوح، طب ما حدش هيقول هنعمل ستوب، احنا ما عندناش وقت عشان نعيد تاني. فانا قعدت ابص كده ما لقيتش حد يرفع ايده، فرحت رافع ايدي، قالت لي قول يا حبيبي، فقلت اي كلام، فهي ادركت فقالت لا يعني لا الاجابه كذا 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 كذا. طبعا ايه في الموقف ده مدام انعام جريت لي حبتني قوي لان ايه ما حصلش ستوب ومش هنخرج بره الميعاد علشان خاطر يعني لان لحقتها. فنزلت جابت لي شوكولاته وبسيت لي، قالت له لا بص بقى ده مش هيطلع مره كده ويعدي، لا خليه معايا في الفرقه. انا سعيد جدا ان انا قابلت كل المجموعه دي اللي انا عشت معاهم، كنا بناكل كشري دايما وبنشرب عصير قصب، واللي ما معهوش يدي للتاني، وفول والحقيقه بنلم من بعض. لا هقول لكم حاجه جميله جدا، خشب الحبايب، حاجه جميله جدا يعني، كنا لما ما بقاش عايزين نروح سينما ولا حاجه واحنا ما معناش فلوس، فننزل نلف على مدام انعام جريتلي وسيد احمد، وكل واحد من ناخد منهم 10 ساق 10 ساق 10 ساق بلعبه كده صغيره علشان خاطر ناخد الفلوس ونروح.